تشهد مدينة السويداء السورية استنفار عدد من الأجهزة الأمنية والثكنات العسكرية التابعة للنظام السوري عقب ذوي انفجارات في المنطقة. وطالبت الأجهزة الأمنية أهالي المدينة بالابتعاد عن الشرفات والنوافذ والالتزام بالبقاء داخل البيوت في وقت استخدم النظام قوات جديدة وعمد إلى نصب حاجز عسكري على دوار العنقود. في المقابل أقدم عدد من عناصر فصائل محلية في المدينة بإطلاق الرصاص والقذائف التحذيرية في سماء المدينة مطالبين بانسحاب حاجز قوات النظام.